سيموني رزالي اليوم ترى جلسي جامع. انا ما تفاجاتش، علاش ما تفاجاتش؟ خاطر لو اللي تبع قريب بيان سير انتم ممكن تنجم بعاد، لكن المراسلين نتاعكم ولا الصحافيين نتاعكم اذا كان شافوا مباريات النجم الرياضي الساحلي وشبيبه القيروان ونادي اولمبيك سيدي بوزيد راهو بنفس الكيفيه، سوف لا ريوسيتي اللي ما مشاتش، سوف ظروف المباراه اخرى، لا فيزيونومي نتاع الماتش اليوم، سيركونستانس تاع الماتش اليوم عاونونا، جاو في صالحنا، السيناريو كان في صالحنا، دو بي نتاع دوزيام ميتون كان نجم غوميز زيد الثاني، لكن جوني ضيع من هكا كانت نجم تضر زاد، لكن كان صالحنا الحمد لله ربي، دونك السيناريو نتاع المباراة اليوم كان صالحنا، ما كانش في صالحنا عدة مباريات أخرى سواء من بخطأ فردي أو ضربة جزاء شفتوها هذول كل مباراة النجم الساحلي، دونك جي اس كا كيف كيف زاد الخطا في 45 دقيقه دخلنا الميتون بعد ما كنا معنا نجيرو في الماتش بالباهي معنا دخلنا الميتون ان زيرو، دونك هذوما راه لي ديتاي هذوما والواحد هذوما يحكموا في المباريات في بعض الاحيان. قالي في الوقت استنت فيه ناس كل ترجي زيشي بعد ما الميتون شي وخر تالي شويه باش يلعب ديفونس، دخل زوز اتاكونات معناتها حد ما فهم شيء. ما فهم شيء، انا دخلت سليم بن بلقاسم ورا لاتاكون باش يشد لي كره باش نقدموا اكثر على خاطر عدلونا وقتها، فهمتني؟ دونك لا ميير ديفونس سي لاتاك، احنا وقت هبطنا البلوك سي با سي ان بيج، هبطنا البلوك مش من اختيار معناها انا اون با لي شوا معناها يلزموا باش بار اكزومبل كيما خموا العديد بار اكزومبل باش نخسروا اثنين ما نخسروش اربعه باش نخسروا واحد لا لا، احنا وقت هبطنا البلوك كل شيء مدروس كل شيء مخدوم كل شيء حاضر في الفيزيوناج، معناها عندنا برنامج عمل نخدموا فيه عندنا مده. جي شونجي السيستيم بور جيري الجروب، جي شونجي السيستيم الى 3 سمان، علاش؟ على خاطر باش ما عنديش برشا ملاعبين، ما عنديش بوكو جوار دو كولوار، فهمتني؟ عندي ياسين الصالح وزهير عطيه، هذاك الشيء عندي دو جوار دو كولوار، معناها دو كاليتي، معناها كولوار كولوار، دونك جي شونجي السيستيم اون 3 5 2، ومن بعد رجعت اون 4 3 3، ومن بعد رجعت اون 4 2 3، ومن بعد رجعت في الاخر سبعه ثمانيه دقائق الاخيره دخلت طلال سرايب على خاطر مختار في كابيفو تعب، على خاطر الاسبيرونس عندهم بداوا عندهم معناها 3 اتاكون براتيكمون معناها في اللين ديفونسيف نتاعنا، دونك لا كوفرتور لا كوفرتور معناها بور ايفيتي الديفياسيون على خاطر اللي حصلنا فيها قبل. هل زي الانتصار معناتها الانتصار من بعد سبع مقابلات اخر انتصار كان على النادي الافريقي؟ خمسة الجولة السادسة خمسة آخر انتصار كان عند الفريق واليوم قدام الترجي، معناتها الترجي زيسي قدام الكبار ديما نقولها أنا هوني. ما أنا حكيت لك لو كان تبعوا فينا تشوف فينا نكوروا قدام الناس الكل، مع الناس الكل تبقى لا ريوسيت وال معناها عدم قبول هدف أو الأورجانيزيسيون ديفونسيف هذاك توفيق من عند ربي في وسط الماتش. حمزة المسعد ياو بحذاك توا معناتها عمل لي حمزة اليوم. حمزة أنت هما سبع مباريات حمزة ضرنا في أربعة. خاطر الأربعة اللي هو أبسون فيها، خاطر حمزة علاش؟ خاطر حمزة مش خدامه هو ولا حاجة، مي سي با أن بروبليم، حمزة الأولاد لقاو لو ريبير نتاعهم مع حمزة، دونك تشوف أنت في عدد الفرق الكبيرة معناها وقت يضيع لهم أن أتاكون دابوي اللي كانوا مستانسين به وكذا، مالغري اللي فابريس أن غرون جوار، مي الأولاد ما استانسوش به، مش مستانسين، سي با لو ميم كاليتي دو جو اللي استانسوا به، مستانسين تركزوا على حمزة، حمزة شد لهم كورة يطمنهم، هما يخرجوا، دونك